طب تيجي نحبب الناس اكتر في الموضوع. اللي بيقرا القران مثلا وخلاص بيختموا، يا جماعه لو ختموا في العشرة دول وصدفت ان هي ليله القدر ان شاء الله في اليوم اللي هو ختم فيه المصحف، كانه ختموا لمده 1000 شهر، مظبوط؟ طبعا. اللي طلع صدقه النهارده وصدفت ان النهارده الصدقه دي في ليله القدر، كانه تصدق لمده 1000 شهر. انت بص، في الايام العاديه في رمضان الفرد ب 70 فرد والنافله ب 70 نافله. من صلى صلاة كان كمن صلى، من أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، يعني الظهر ب70 ظهر، في ليلة القدر ب1000. يعني ده كونسبت طبعا محترم جدا، بس أنا هقول لك حاجة. أنا في علاقتي بربنا ما بحبش الحسابات. بالظبط، وأنا كمان. يعني ما ينفعش يبقى اللي قدامي كريم قوي كده وأنا أقعد أحسب وأقول دي الواحدة ب70 فنكسب ال70. لا لا لا، مش دايت هو يعني. انا بكسبش منه بالظبط كده. ده هو اصلا يعني هو كرمني قوي وفتح عليا قوي وبيديني قوي وبيحبني قوي ومستنيني في الاخره وفي شوق لهذا اللقاء، فلازم اتعامل المنطلق ده. يبقى اول حاجه انا اسف الصلاه، وبنتكلم للناس اللي ربنا كرمها وبتصلي، بنتكلم على صلاه النوافل. بنتكلم على الناس اللي هي مش بتصلي، يا ريت على قد ما تقدروا يبقى الفروض. تاني حاجة الذكر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار على قد ما نقدر. تالت حاجة، طيب أصل هو قال لك في أربع حاجات لازم الناس تعملهم في العشرة. رابع حاجة لسه. تالت حاجة، معلش، تالت حاجة الصدقات. الصدقات دي مهمة جدا جدا جدا. الحاجة الرابعة الدعاء. الدعاء، أنت بتدعي ربنا ولا لأ؟ وبرضه طبعا حاول تساعد الناس على قد ما تقدر. لو تقدر كمان في يومك تجبر بخاطر حد مكالمة حلوة لحد، زيارة لطيفة لحد، رسالة توصلها لحد، ابتسم لأي حد وخلاص. صح، حاجات مهمة جدا.